ايه قصة البلوز؟ انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم. ناس كتيرة بعتت بتسألني على انواع الموسيقى اللي بنسمع عنها دايما، وممكن تكون مثلا موسيقى عالمية ناس كتيرة بتعزفها، فرق كتيرة ممكن ناس كتيرة تحبها بتعزف نوع معين من الموسيقى. فاحنا كل شوية كده هنقدم نوع من انواع الموسيقى ونشوف ايه هي سماته وخصائصه، وبعدين نشوف كمان ايه يعني افضل ناس عزفت فيه او ناس مثلا اشتهرت بالاسلوب دوت، وممكن نتعلم منه حاجة، ممكن ده نستفيد من أي ستايل موسيقى في حاصلتنا بتاعة الجيتار. الجيتار يا جماعة آلة أنت ممكن تعزف بيها أي ستايل، وكل ما تعزف أنواع ستايلات وأنواع موسيقى تقدر أنت تستفيد منها في الجيتار بتاعك، وكله بيصب في مع بعضه. فانت ما تقولش لا انا متخصص في النوع الفلاني ما بعزفش حاجه، يا اخي جرب. فلو جربت ده حصيلتك الموسيقيه هتزيد، ودنك هتتدرب وايدك هتتدرب وتطلع حاجات جديده حتى في الستايل اللي انت بتحبه، ممكن تكون جايه من ستايلات تانية. يعني ما اخليك زي النحله تطلع على كل الزهور عشان تطلع العسل. طيب النهارده موضوعنا عن البلوز. ايه البلوز دوت وايه حكايته؟ ابتدى فين وخصائصه ايه؟ ونحس ازاي ان دي الموسيقى دي بلوز وبتاع. البلوز ده ستايل مشهور جدا، ظهر في اوائل القرن العشرين، يمكن اواخر حتى كمان القرن ال 19، وظهر ايام فترة العبودية في امريكا. احنا عارفين ان القراصنة وقراصنة البشر جم على قارتنا افريقيا، انا بقول قارتنا عشان انا افريقي، فجم على قارة افريقيا وسرقوا حياة الناس، سرقوا ناس من افريقيا خدوهم معاهم على السفن، وصلوا بيهم الى الاراضي الجديدة اللي اكتشفوها في امريكا الامريكتين، وابتدوا يستخدموا هؤلاء البشر باستعبادهم. يعني الناس كانت بتشتغل حتى الموت. في التخيل، انت متخيل انك انت تشتغل من غير مرتب، وتشتغل لو عييت او مت بتترمي وخلاص. ويعني شوف القسوة بتاعت الناس، يعني سبحان الله. يعني فاللي حصل من فترة العبودية ديت، الناس بتشتغل في المزارع والحقول عند السيد اللي سرقهم وسرق حياتهم ونقلهم من بلادهم الأصلية وداهم أرض غريبة. كانوا بيجمعوا نفسهم هما بيشتغلوا عشان يهونوا مرارة اليوم بتاعهم اللي يعدي دوت. ابتدوا يغنوا مع بعض بطابع الناس الأفارقة الجميل. الأفارقة أساسا روحهم طيبة جدا، وعاشوا في الطبيعة طول عمرهم، والبيئة اللي حواليهم أثرت في نفوسهم فبقوا ناس طيبين جدا، وبقت الموسيقى بتاعتهم حلوة تناسب جمال الطبيعة اللي حواليهم وجمالهم هم كبني آدمين. فكل الأغاني بتاعتهم تتميز بأنواع معينة من الميلوديز والهارموني بيعملوها هم سوا، بيرقصوا في احتفالاتهم، يغنوا في احتفالاتهم أيام ما كانوا في قارتهم الأصلية. فلما راحوا الأرض الجديدة مسروقين ومنزوعين من أدميتهم، المخرج ليهم عشان يتغلبوا على الحياة الصعبة ديت كان الغناء أثناء العمل. وكانوا بيغنوا أغاني تدعو كلها تفتقد الموطن، تفتقد الحياة الجميلة، تفتقد الحياة الحلوة اللي كانوا عايشينها والألم اللي هم بيعانوا دوت. فجت كلمة البلوز، بلوز باللغة الإنجليزية معناها الأحزان، أغاني الأحزان. يعني إحنا بنقول كده ببلدي عندنا يا حزن الحزن، يعني الأغاني الحزينة، المواويل الحزينة، اللطميات بتاعتنا، البكائيات بتاعتنا. البلوز دي كانت البكائيات بتاعت إخواننا اللي اغتصبوا من أرضهم من أفريقيا وراحوا للأرض بتاعت المستعمر الجديد اللي هو في الأمريكتين، وابتدوا يشتغلوا في الحقول بالصخرة، وابتدوا يشتغلوا في المصانع بالصخرة. فابتدت الأغاني بتاعتهم في التجمعات بتاعتهم في أثناء العمل وأثناء الترفيه بتاعهم بتتميز بهذه الخصائص. نقلت موسيقاهم اللي كانوا بيغنوها في أفريقيا، وغالبيتها كانت خماسية السلم، السلم الخماسي. راجعت حلقة السلم الخماسي في كورس الار جي تي بمميزات السلم الخماسي، ونقلت الستايل بتاعهم في الغنى وكل ستايلاتهم في ترتيب الكلمات، وبيسموه السينكوبيشن، او بيسموه انك انت بتأخر النغمات ازاي في طريقة الغنى. واتنقل واتعملت اختراع جديد اسمه البلوز، الاحزان.
بقى ليها ناس ما بينهم مشهورين جدا بان هم فعلا في الحفلات بتاعتهم وفي الترفيه بتاعهم يطلعوا الاغاني بتاعتهم ديت للناس، وابتدت الناس تعرفهم وابتدت الناس تشتهر ما بين اوساط الناس اللي هي مستعبدة، لحد ما التفت العالم كله للمشكلة بتاعتهم والكنز بتاع الثراء الفني اللي سابوه. ودي رسالة عشان يعني احنا بلدنا وبلادنا العربية كلها بلوز دلوقتي، كلها أحزان وحال لا يسر عدو ولا حبيب، مستعمرين ومقهورين ومش عارفين نجيب حتى نجيب جيتار عن طريق أمازون ولا إي باي، مش عارفين نوصل حتى للمرحلة ديت إن حتى يعتبرونا بني آدمين ونعرف نشتري ونبيع وبتاع، حتى لا بيعتبرونا حقوقنا في الآدمية مش موجودة، وأنت مش من حقك حتى تعيش ولا تبيع ولا تشتري ولا تعمل. شوف القاهر عندنا وصل لإيه، أنا حالي يؤلم يعني. بدل ما احنا نعمل حاجة راقية نطلع فيها صوتنا ونعمل فيها الكلام ده، عملنا مهرجانات يعني عشان تشوفوا تعرفوا حجم الجريمة اللي احنا بتتعمل فينا يعني. فالبلوز دوت باختصار يعني هو الفن اللي طلع من وسط المعاناة عشان يحيي موات قلوب العالم كله، والناس كلها في العالم تسمع البلوز من الشرق للغرب وتدرك الرسالة اللي فيه، والناس تبتدي تعجب بالفن بتاع الناس ديت اللي بقاله مشاهير وطلع من نسل المغتصب اللي سرق حياة الناس ديت، ناس اعترفت بحرية الناس ديت وبقت على المساواة معاهم، وكمان بيغنوا الأغاني بتاعتهم بتاعت البلوز. فبقى في ناس مش من الأصول الأفريقية بقوا بيغنوا البلوز ديت واشتهروا بالموضوع دوت، وبقى في يعني ناس كتير في العالم دلوقتي بقى فن يعني معترف بيه، وبقى فن كمان جميل يعني. يقول لك حتى كمان مثل أمريكي قالته مطربة مش فاكر اسمها، بتقول الليلة لن تكون ليلة بدون القليل من البلوز، يعني بيعتبروا الليلة ما تعديش عليهم وتبقى ليلة جميلة إلا لو فيها حبة بلوز بالليل يعني. فالبلوز دي بقى خصائصها الفنية، بنتكلم بقى كجيتارستات وكموسيقيين يعني، بتتكون من 12 مزورة بيسموها 12 bars blues، 12 bar يعني مزورة، 12 bars blues دي مشهورة، ولو دورت على جوجل هتلاقي 10,000 مليون تركيبة لل 12 bar blues ده. المستوى البسيط بتاعها اللي هو البداية بتاعتها او الفكرة الاساسية بتاعتها مبنية على 3 كوردات بس يا حاج، 3 كوردات بس، الكورد الاولاني في السلم الماجير، الكورد الرابع والكورد الخامس، 3 كوردات بس، والثلاثة ماجير، 3 كوردات ماجير. الثلاث كوردات الماجير دول بيستعملوهم في ال 12 بارز، بيقسموا ال 12 بارز دول لثلاث اربعات. اول اربعه هتبقى الكورد الاساسي، فلو انت بتلعب على السلم سي ميجور مثلا هيبقى اول كوردات اول سطر في المزوره من اربع، في سطر من المقطوعه من اربع موازير، الموازير كلها سي ميجور. تاني سطر اللي هم الاربعه التانيين، اثنين من الرابعه ويرجع على الاولى تاني، يعني اثنين من الاف ميجور ويرجع تاني على السي ميجور. السطر الثالث والاخير اللي فيه اربع اخر اربع موازير يبقوا 3 في 4 ب 12، اول كورد فيه الخمسه اللي هي الجي ميجر، ثاني كورد فيه الرابعه الاف ميجر ويرجع تاني على الاولى في المزوره الثالثه اللي هي السي ميجر، ويطلع على الخمسه اخر مزوره في ال 12 دول هيبقى الخمسه، والخمسه دي تلففني وترجعني تاني على الاولى. ليه الخمسه والاولى؟ الخمسه والاولى قفله تامه، يعني لما تيجي على الخمسه بتاعت مثلا السول مثلا في سلم الدو ماجير مثلا تبقى عايز ترجع على الاولى. فالتركيبه دي كلها بتعمل لي ال 12 بارز بلوز اللي هي الصورة الأساسية من البلوز. طبعا كل ما انت تقدمت في الموسيقى شوية الأربعة الأولين يبقوا سي ميجر، انت ممكن تنوع وتحط كذا كورد تاني، ممكن انت تبقى ميجر تبقى يبقى سي ميجر 7 مثلا، تيجي مثلا على الكوردات الاف ميجر تبقى اف ميجر 7 مثلا، تيجي على الكوردات الجي تبقى جي 7 دوميننت بتاعتنا بتاعت السلم بتاعنا. فانت ممكن تلون الكوردات وممكن تحط كوردات في النص كده باسنج باي وتعمل البلوز بتاعتك، ولكن السلم بتاعها بيشتهر جدا 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 بنقطة مهمة قوي، فلات ثيرد. فلات ثيرد يعني بننزل الخانة التالتة نص تون، اللي هو ايه؟ احنا عندنا السلم الميجر سي ميجر، سي دي اي اف جي اي بي وبرجع تاني على السي، تالت خانة اللي هي الاي المي بتاعتنا،
الإي مش هعزفها إي، هعزفها إي بيمول وأطلع على المي بعدها، فيبقى الإحساس عامل كده دو ري وادي المي، هيبقى كده مي بيمول. شوف طعمها اتغير ازاي. فهنعزف دلوقتي الكوردات ديت، وهنعزف الفلات ثيرد ديت اللي هي مي مي بيمول ديت ومعاها مي كمان، وكمان ساعات بيحطوا الفلات 7 يعني السبعه بتاعت السي تبقى السي بيمول كمان في بعض الاجزاء اللي في اللحن. فالفلات ثيرد والفلات 7 دي من خصائص عالم البلوز. السلم البنتاتونيك بيبقى مثالي عليها، بس لو عملت الفلات ثيرد كمان في السلم البنتاتونيك يبقى انت كده يا معلم عملت البلوز. فنسمع امبروفيزيشن على 12 بار بلوز دول. الملف الصوتي هحطه لكم على الساوند كلاود زي العاده، وهحط لكم كمان الصفحه بتاعه الموازير بحيث انك انت تعزف الكوردات وتعزف الاحساس دوت بتاع البلوز وتقدر تعزف معاه. في طريقه كمان في العزف بتاعه، احنا ما بنيجي نعزف احنا خدنا في الزمن بتاع النوته، احنا عندنا النوته اللي هي الكروتشت اللي هي زمانها عدة في العدة الواحدة، وبنقسمها تبقى عدتين تبقى كده تا تا بدل تا تبقى تا تا. في البلوز بقى مش بتعملها تا تا، تعملها تا تا، تقدم الاولية زودها شوية والتانية تأخرها تبقى so في السلم العادي هتبقى دي، في البلوز هتبقى دي بدل ما تبقى دي. ففي البلوز هتلاقيه عامل كده. عارف اللفظ دو دا 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 دو دا، خلي الاحساس ده جواك وانت بتعزف البلوز، هتطلع بلوز زي البلوز اللي في الغنوة بتاعتنا دي. فاضل حاجة واحدة بس، البلوز. طب يا استاذ اشرح لنا بقى بلوز، عايزين نعزف بلوز. البلوز يا جماعه مفيش حد هيقدر يقول لك تعزفها ازاي، احنا ليها سلم بسيط جدا الموضوع، الموضوع بسيط قوي، والموضوع اللحن بتاعه بسيط قوي، والكوردات بتاعتها بسيطه قوي. اللي بيحصل انك انت مش هتعزف بلوز الا لو سمعت بلوز جايه من حد تاني وابتديت تقلدها وتاخد الجمل ديت تحطها في البلوز بتاعتك. فما تعتبرش انك انت بتعمل حاجه وحشه انك انت بتسمع الناس اللي عزفت بلوز وتعجبك جمله تاخدها وتقلدها وتعملها جمله وتاخدها. كل المجموعه دي كلها، كل ما تعزف حاجات لناس عزفت بلوز قبل كده، كل ما حصيلتك بتاعت البلوز زادت، واللي بقيت انت بتعزف بلوز تلقائيا من غير اي مشكله. فحاول تزود حصيلتك الموسيقية بإنك تستمع للآخرين اللي عزفوا بلوز. طب نسمع مين يعني يا أستاذ أحمد بقى في الموضوع ده؟ الموضوع ده بقى كبير قوي واسع. انت لو كتبت حتى على اليوتيوب بلوز هتلاقي ناس كتيرة مشهورة، أشهرهم طبعا الكينج. لا مش الكينج ده، الكينج ده مش تبعنا في البلوز. الكينج بتاع البلوز بي بي كينج، هم سموه بي بي كينج حتى كمان، الملك، ملك البلوز بي بي كينج. في عندنا كمان الفنان جيمي هندريكس. جيمي هندريكس عاش 4 سنين بس يا جماعة في الفن، 4 سنين بس بيعزف جيتار وفن في المحترف يعني، ومات صغير جدا. فالمجموعة بتاع جيمي هندريكس اغلبها بلوز. في ناس عزفت بلوز مثلا زي جاري مور، في ناس عزفت بلوز زي إريك كلابتون. اسمعوا يا جماعة الناس ديت، البلوز هي سلمة من سلالم تطور الموسيقى الغربية، ويمكن البلوز هي الحاجة الاوريجينال اللي جاء بيها الامريكان عشان يضيفوا الى موسيقى العالم. وسبحان الله هي مش بتاعتهم كمان، ده دي بتاعت اخواتنا الافارقة اللي هجروا الى الامريكتين مستعبدين، طلعوا لنا اجمل موسيقى ممكن تسمعها، واثروا العالم بموسيقى جديده ما كانتش موجوده قبل كده. هنبدا مع بعض دلوقتي، هنستعمل سلم لامينير بنتاتونيك. هو السلم ماجير بتاع المقطوعه، ولكن السلم الاي ماينر بنتاتونيك هيمشي عليها ويمشي بالظبط مظبوط. راجع السلم بتاعنا بتاع الاي ماينر بنتاتونيك هتلاقيه في كورس الار جي تي، هتلاقيه في السلالم، وهنبدا نعزف بيه.
الحلقة الجاية.